وشها. المهنة بتاعتنا دي أول حاجة فيها تدمير النفسية، ضغط عصبي، حياة مش مظبوطة، اجتماعيات مش مظبوطة، بيوت مش مظبوطة، صحة مش مظبوطة، وقت مش مظبوط، كل حاجة مش مظبوط. جم يصنفوا، أنا بكلمك بقى دي حاجة تكتبي جوجل هتلاقيها، يصنفوا أصعب المهن في العالم. فكان أول مهنة إيه؟ عمال الفحم والمناجم، والكلام ده قبل التكنولوجي. تاني مهنة الممثلين والمخرجين. فلو احنا افترضنا ان في تكنولوجي بتساعد عمال الفحم والمناجم، فهنبقى احنا حاليا اول مهنة. ابسط حاجة اللي هي ادفع حاجة، انت ممكن تصوري بصيفي في عز الشتاء، فانت تخيلي ده صحيا وعصبيا وجسمانيا عامل ازاي. بلس ان حضرتك بتتعاملي من اول ما بتفتحي باب البيت انك بني ادم مش موجودة، لان اللي هتقابليه ده بيتعامل معاكي كفنانة، ما بيتعاملش معاكي كبني ادم. فانت كل انفعالاتك كلها بلا استثناء مش موجودة، زائد انك وانت بتمثلي انفعالاتك شخصيتك انت مش موجودة. زمان كنت بسأل، كنت بضحك لما يطلع يقولك فنان بيروح لدكتور نفساني وفنان، لا انا عرفت ليه، لانه احنا فين؟ لا انا عملت الاحسن، قعدت اقرا كتب كتير ما عشان ما لازم توصلي المعادلة، لان دي صعبة، صعبة جدا. تخيل حضرتك عندك، يعني انا والدي الله يرحمها، جدي وجدتي الاثنين غطاهم وراح عرض مسرح، فانت متخيل انك بتقف على مسرح ده حاجه ناس وانت عندك ظرف ولازم، او مثلا عند خانه مع مراته بيفتح باب البيت لازم اللي قبله يبتسم له، زائد ان اي حاجه عنده بتبقى منيله بنيله العالم كله عارفها. يعني لا، شغلانه صعبه، شغلانه صعبه جدا. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org